عرش سبع إيه الله أعلم. لكن هو قول الله تبارك وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده. هنا الجني أو العفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقالوا مقامه كان الضحى، يجلس من أول الضحى تقريبا إلى قريب من الظهر، هذا مقامه، يعني خلنا نقول ساعتين ثلاث ساعات هذا يجلس للناس يستمع إليهم، أحد عنده شكوى هذا مقامه. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، خلال ساعتين عندك يعني. فجاءه الرد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. قيل إن الكلام موجه إلى سليمان، وأن الذي قال لسليمان عليه الصلاة والسلام أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هو رجل إنسي اسمه آصف، قال لسليمان أنا آتيك، يقول هذا الرجل كان يعني من أولياء الله وأنه إذا دعا استجاب الله له، فدعا الله فأحضره مباشرة، والله أمره إذا أراده إذا يقول له كن فيكون. وقيل إن الذي قال هو جني مسلم، جني مسلم، لما قال العفريت، لأن العفريت كافر، العفريت كافر كفار الجن، فقال جني مسلم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا أقوى منه يقول له. وقيل إن جبريل نزل من السماء يرد على هذا العفريت وقال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، لا يغترن هذا بقوتي، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه ثلاث إجابات. وهناك إجابة رابعة أن الكلام موجه للرجل للجني، وأن الذي كلمه هو سليمان، أن سليمان عليه الصلاة كان يختبرهم فقال أيكم يأتيني بعرشها، فقال هذا العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، فرد عليه سليمان عليه الصلاة والسلام وقال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني سليمان هو الذي جاء به. والعلم عند الله تبارك وتعالى، ما في شيء ثابت، كلها احتمالات.